البرد الشديد بيحتاج انواع تغذيه معينه اللي هي تحتوي على سعرات حراريه عاليه. يعني احنا عندنا مثلا الزراف ده عدو البرد، البرد يعني ممكن يموت الزراف فورا مكانه. بمعامله الابحاث كلها كان في عيب، كان في مشكله في القلب، كان في يعني حاجه اسمها تناكلس في عضله القلب اللي هو بعض الضمور في عضله القلب. فطبعا لما الحيوان كبر مع بعد المسافه بين المخ والقلب فحصل مشاكل. ف لكن هو ما كانش فيه برد ولا حاجه. طب احنا عندنا الحمد لله موجه البرد عدت اهي وما فيش مشاكل الحمد لله، وربنا يعديها على خير يعني الفتره اللي جايه.